بسم الله، اهلا وسهلا بكم، يا رب تكونوا بخير باذن الله. النهارده هناخد مع بعض جرامر يونت 5. يونت 5 اسمه كوميونيكيشن. كوميونيكيشن يعني التواصل، ادام حاجه فيها تواصل اكيد فيها تكنولوجيا، يبقى اكيد فيها مستقبل. طيب الجزء الخاص بالريدنج اساينس ارتكل اون هاو وي مي كوميونيكيت ان ذا فيوتشر، ازاي ممكن التواصل يكون موجود في المستقبل، الدنيا هتتطور ازاي، يعني تصور يعني. الجزء الخاص بالرايتنج بيقول لك a blog on how to stay safe online، ازاي بقى نبقى امنين اونلاين علشان الهاكرز والامور ديت. الجزء الخاص باللانجوج فيوتشر فورمز، اشكال المستقبل خاصه المستقبل البسيط. الجزء الخاص باللايف سكيلز، الحاجات اللي احنا نكتسبها في شخصياتنا بقى، سيلف مانجمنت، ازاي نقدر ان احنا ندير نفسنا، ديسيشن ميكنج، وازاي ان احنا نقدر ناخد قراراتنا. طيب خلينا اقول لك ان المفروض ان احنا هناخد النهارده الفيوتشر سامبل، يعني ايه المستقبل البسيط. طيب من اسمه كده يبقى هو بسيط. ما كانش حد غلو. كل ما كان اسم الزمن بسيط او صغير كل ما كان شرحه كتير، وكل ما كان اسمه كبير كل ما كان شرحه قليل. طيب اللي احنا هندرسه النهارده اشكال المستقبل البسيط، هم اربع اشكال. اول شكل فيهم ويل والمصدر. طيب تاني شكل بي جوينج تو، وبعد كده الفعل في المصدر. بي ده اللي هو فيرب تو بي، اما واذا وار، وجوينج تو حته واحده مع بعض والفعل في المصدر. ده كده تاني شكل. تالت شكل استخدامنا للبريزنت كونتينوس، المضارع المستمر اللي هو ام واذا وار وفيرب ان جي، بنستخدمه برضو للتعبير عن المستقبل البسيط. اخر شكل من اشكال المستقبل البسيط هو البريزنت سامبل. البريزنت سامبل اللي احنا شرحناه قبل كده اللي هو المضارع البسيط، بنقدر نستخدمه للتعبير عن المستقبل في مواعيد معينة. حضروا بقى المشروب اللي هيريحكم، علشان النهاردة بإذن الله الموضوع هيكون طويل نسبيا، لكن أهم حاجة إن احنا نقدر نفهم نركز علشان خاطر نطبق ونشوف الفرق بين الأربع أشكال دول. يلا بينا نتوكل على الله. زي ما اتفقنا إن شاء الله لما نيجي ندرس أي زمن مع أي حد لازم نفهم شوية حاجات. المستقبل البسيط علشان خاطر بقى أبقى فاهمه ونخلص الموضوع النهاردة، لازم نعرف انا هستخدمه امتى، شكله عامل ازاي، السؤال هسأل ازاي، والنفي هنفي ازاي. طيب نبدأ بأول شكل. الشكل الأول هو الفيوتشر ويل بلس انفينيتيف، يعني ويل والمصدر. من اسمه كده باين كده ان التكوين بتاعه ويل والمصدر، والناس كلها عارفة المعلومة دي، لكن هستخدمه ازاي بقى، ده اللي هنشوفه النهاردة. تعالوا كده نشوف يا شباب مع بعضنا المثال ده. You look frozen, I'll make you some hot soup. شكلك بردان، هعمل لك شويه شوربه. هنا ويل جابت وراها الفعل في المصدر. ويل لو جت في اي مكان على الكوكب الفعل اللي وراها لو مين هيجي في المصدر. مين من الضمائر هياخد ويل؟ كل الضمائر بلا استثناء تاخد ويل. طيب الراجل ده هنا بيعمل ايه؟ قال لك تو اوفر تو دو سمثينج فور سمون، انا كده بعرض ان انا اعمل حاجه لشخص ما. ده اول استخدام. طيب شوف كده الثانيه. وي ويل بي ذير باي 8 دونت وري، احنا هنكون هناك على الساعة 8 ما تقلقش. ده الراجل ده بيعمل ايه؟ تو ميك بروميس، بيدي وعد. هما ماشيين الساعة 8 الا 5 تقريبا هي يقربوا، يقول لك هنكون هناك على المحطة او في المكان اللي هما رايحينه بقى على الساعة 8 ما تقلقش. هو هنا بيوعده. برضو ويل حطت الفعل في المصدر، البي يكون يبقى هيجي في المصدر. اللي بعديها بيقول لك اي نو، انا عارف. I'll buy Aaron a surfboard for his birthday، انا عارف انا هشتري الارون ده البتاع بتاعت البوكسنج ده اللي بنتمرن بيه في العيد ميلاد بتاعه. هنا الراجل ده بيعمل ايه؟ To describe a decision you have just made. الراجل ده بيتكلم هنا عن 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 قرار هو لسه واخده حالا من غير ما يفكر. ويل حطها في دماغك كده بين قوسين، يعني بتاعت الهبت، مش بتفكر كتير. مثال اقول لك It's cold outside، الجو بره برد. طبعا ده مش الوضع اللي انا بصور فيه. But we don't think it will snow today. لكن احنا مش متوقعين ان هي هتمطر. لما جه ينفي قال لك it will snow. احنا مش متوقعين ان هي it will snow. snow يعني هتجيب تلج بقى، يعني هتتلج بقى. اللي متوقع هنا متوقع بايه؟ ولا اي حاجه. ما عندوش دليل. يعني مثلا ما قالكش قريت انا في الاخبار، قالوا مش عارفه في الجرايد، ما قالش حاجه. هو بس متوقع كده. زي ما ناس كتير يقول لك شكلها هتمطر النهارده. طب عرفت ازاي؟ هي هتمطر النهارده، انا عارف. بيهبد. كان مثال if we hurry، لو احنا جرينا شويه. I think we will get the airport on time، اعتقد ان احنا هنوصل في المطار في الميعاد. يا ولا عرفت ازاي؟ ده انتوا جارين اصلا في الشارع. ما قاليش هنا مثلا الطياره هتحرك امتى او الدنيا ماشيه ازاي، احنا ما نعرفش حاجه. هو بس بيتوقع من غير دليل.
بعد كده بيقول لك I think I'll cook chicken for dinner this evening. انا بتوقع ان احنا النهارده هناكل chicken، هناكل فراخ النهارده في الدينر في العشاء. التوقع ده مبني على ايه؟ لا ده ديت امنيه، ان شاء الله هناكل بس يعني ما تقطعش. عارفين انتوا الناس اللي بتتكلم كده؟ معيش دليل على الكلام، لا اعداد ولا تخطيط ولا اي حاجه. ان شاء الله كده هتفرج يعني. ان شاء الله نطلع من الاوائل من غير ما نذاكر، خليها على الله. ده طبعا هبد. I think I'll take the children ice skating tomorrow. اتوقع كده ان احنا هناخد العيال نخرجهم بكره في الايس سكيتنج، يعني على التزلج على الجليد. مفيش اي دليل، مفيش اي تخطيط، مفيش اي حاجه خالص. يبقى ويل بتاعه الهبد. طيب ده كده تلخيص لويل. اولا المستقبل بسيط بقوله المصدر، هو من اسمه من 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 اسم الاول شكل من الاشكال، ويل بلس انفينيتيف يعني كل الناس هتاخد ويل، وويل كده كده هتحط وراها المصدر. طب انا هستخدمه امتى؟ كويك ديسيجنز، القرارات اللي اتاخدها بشكل سريع. انا قاعد والله الجو حر، هشغل المروحه، ما فكرتش. الباب بيخبط، هقوم افتح، ما فكرتش. تاني استخدام ليها التنبؤ بدون دليل. اقول لك بريدكشن وذ نو بروف، يعني احنا مثلا دلوقتي مثلا في الصيف، واكيد احنا وانا بصور في الصيف شكلها هتمطر بكره. انت عرفت انها هتمطر؟ ده اصلا احنا في الصيف، شكلها كده هتمطر بكره، الجو شكله حر. عرفت منين؟ ما قالش مثلا قريت في الاخبار او الارصاد، ما قالش حاجه، الناس بتهبد. كمان بنستخدمها تقديم وعود بروميسز. كمان بنستخدمها في حاله الشرط الاوليه بتاعت اف، بستخدمها مع اف، بيبقى اف مضارع بسيط الناحيه الثانيه ويل والمصدر. بنستخدمها كمان ميكينج سجستشنز، يعني ايه؟ تقديم اقتراحات، اقترح عليك حاجه. كمان بنستخدمها حقائق مستقبليه توكينج اباوت فاكتس، بس هنا في حاله واحده بس اللي هي بتاعت ايه بقى؟ انا السنه دي مثلا عندي 36 سنه، السنه الجايه لو ربنا احياني اكيد هكون 37 مش هبقى 38. فاقول لك I am 36، انا عندي 36، next year I'll be اللي هي I will be 37. ما فيهاش كلام، ده لو انا عشت. ما عشتش قدر الله ما شاء فعل، تدعوا لي بقى بالرحمه. بنستخدمها انت كمان في التهديد والتحذير، ان انا بهددك، threats ديت يعني تهديد، ان انا بهددك بحاجه مثلا او بحذرك من حاجه. كمان بنستخدمها في العرض والطلب، ان انا مثلا بعرض عليك خدمه او ان انا بطلب منك حاجه. ناخد شويه امثله بقى عشان خاطر نطبق الكلمتين بتوع ويل دول ونشوف استخداماتها. بيقول لك your bag looks very heavy، I'll carry it for you، انا هشيلها لك. طبعا الاسئله دي بتبقى ادفانسد ليفل شويه، في الغالب بتبقى جايه من لونج مان. بيقول لك this is a or an proof، الكلام ده ايه بقى؟ شنطتك تقيله انا هشيلها لك، ده ايه؟ suggestion ده اقتراح؟ اكيد لا. invitation دعوه؟ لا. offering help بعرض عليك مساعده؟ ممكن. promise وعد؟ لا، يبقى ده اكيد offering help، انا بعرض عليك مساعده، شنطه تقيله هشيلها لك. if you pass the test، لو انت عديت الامتحان، I'll get you a nice present، هجيب لك هديه حلوه ان شاء الله. ده ايه بقى؟ this is a quick decision، ده قرار سريع، ولا polite request، ده طلب مؤدب، ولا promise وعد، ولا threat تهديد؟ اكيد طبعا ده promise، بوعدك بحاجه. It's my birthday next Friday، ده عيد ميلادي يوم الجاي، يوم الجمعة ده عيد ميلادي. I'll be 16، هكون 16. This is a or an، ده ايه بقى؟ ترية تهديد، suggestion، quick decision، ولا future fact، ديت حقيقة طبعا مع العمر زي ما قلنا. The phone is ringing، تليفون بيرن، I'll answer it، انا هرد عليه. This is a، ده ايه بقى؟ ده quick decision، ده قرار سريع. I think it will be hot tomorrow، this is a or an، ده ايه؟ انا متوقع ان بكره الجو هيبقى حر، ده اكيد تنبؤ prediction. طبعا ممكن في الامتحان يجيب لنا حاجه زي دي، ممكن عادي في الاوقات اللي احنا فيها ممكن يجيب اي حاجه، بس احنا طبعا طول ما احنا فاهمين فالامور بالنسبه لنا ان شاء الله يجيب اللي يجيبه، ادام احنا فاهمين لو جاب عفريت هنعرف نصرفه، ما عندناش مشكله ان شاء الله. في شويه ملاحظات بقى. اول واحده بقول لك الفاعل ممكن يجي بعديه think، يعتقد، hope، يامل، predict، يتنبأ، expect. طول مصدر او ذات وفاعل وويل والفعل في المصدر، هنشوف الكلام ده بالتفصيل. كمان subject اللي هو الفاعل، thought، اعتقد، hoped، predicted، expected. طول مصدر او ذات فاعل would، يعني الكلام لو في الماضي هختار would، الكلام لو في المضارع هختار will. تعالى كده نشوف. بقول لك the employee promises that he not better next time، الموظف وعد ان هو بقى يعمل ايه المره الجايه. promises ده مضارع، هقول بقى would ما ينفعش، ولا will، ولا to do، ولا doing. طبعا وعد ان هو يفعل، سوف يفعل في المستقبل، يبقى will do. the employee promised، ده ماضي، يبقى انا لما اجي اختار هختار كلمة would do، would والمصدر.
He predicted that. هو توقع أن she not late for that meeting. يبقى she would be late عشان predicted. لكن لو الكلام في present مضارع كنا هنختار will. كمان بيقول لي I not we would be late. So we would have to take the train. would في الحالتين. هقول بقى will think ولا think ولا thought ولا would. طبعا يبقى الكلام في الماضي thought. أنا أعتقد عشان كده هنا قلنا would. نوت نمبر 2 الملاحظة الثانية ان في بعض الافعال والظروف الشائعة بتيجي مع جملة will. طبعا ده مش قاعدة تبقى حاططها في دماغك 100% 100%. طيب عندي شوية كلمات اصلا هو بيقول لي من المحتمل فكده كده انا مش حاجة اكيدة فهاخد معها will. زي كلمة probably possibly من الممكن certainly definitely بالتأكيد surely fear promise perhaps doubt suppose hope assume no predict wonder. الحاجات دي كلها في الغالب انا بختار معاها will. طبعا بيبقى على حسب صيغه الجمله بس هي في الغالب بتبقى will. كمان في حاله الاثبات بناخد will. في حاله النفي طبعا بتبقى اكيد طبعا بتبقى will not اكيد. they not be able to attend the wedding due to scheduling conflict. هم كده هيكونوا قادرين ان هم يحضروا الحفل علشان خاطر عندهم مشكله في الجدول المواعيد بتاعهم conflict. يعني انا مثلا عندي شغل وواحد حازمني وانا ما كنتش هعرف فانا عندي شغل يبقى انا كده هحضر ولا مش هحضر. بيقول لي بقى هنا won't probably ولا properly will ولا properly will not ولا ايه ايه وبي ايه won't probably probably will. طبعا هتبقى properly won't يعني كده في الغالب من المحتمل ان انا مش هحضر. ليه؟ عشان خاطر في مشكله في الجدول الشغل والمواعيد بتاعتي والفرح. The company يعني الشركه نقط face some challenges in upcoming quarter. من المحتمل ان هي هتقابل بعض التحديات او الصعوبات في الكوارتر اللي هو ربع السنه يعني اللي جاي. طيب ده طبعا انا ما عنديش اي دليل على الكلام فطبيعي ان انا هقول will properly. ده كده بالنسبه لwill والمصدر. تاني شكل من اشكال المستقبل بسيط هو going to والفعل في المصدر. going to ديت لازم نبقى فاهمين ان هي حته واحده مع بعض مش بتتقطع ولازم يكون قبلها verb to be am او is او are على حسب الفاعل. I am, she, he, it is, you, we, they بياخدوا are. النفي طبعا am not, is not, are not. والسؤال بنعمل swap am او is are في الاول فاعل going to والفعل في المصدر. هنا بيقول لي I'm going to buy a new car. انا سوف اشتري عربية. جايب لك هنا الراجل اهوت بيفكر والدنيا تمام وشاف العربية في دماغه والحياة حلوة. الجملة التانية بيقول لك we are going to cook dinner tonight. احنا سوف نطبخ النهاردة في البيت يعني مش هنطلع نتعشى بره مثلا. ايه الفرق بين الكلام ده وبين اقول لك مثلا I will buy a new car ان انا هشتري عربية جديدة او we will cook dinner tonight. ايه الفرق بين الاثنين؟ احنا كنا بنقول will ديت بتاع متهورة مش بتفكر بتوقع شيء من غير دليل. هنا بقى لو انت شايف الراجل ده حسبها في دماغه هجيب عربية نوعها ايه؟ طب انا مرتبي كام؟ طب دخلي كام؟ حسبها بيفكر طبعا انا العلامة بيفكر. الراجل التاني تحت بيقول لك اصلا احنا هنطبخ في البيت النهارده. لو انت شايف البوتاجاز اصلا المولع النار فيه اهي وهم مرتبين حالهم يعني مثلا لو هطبخوا مثلا فراخ هو جاب الفراخ تبله عارفين بها بكام الدنيا بالنسبه لهم حلوه يعني ومتفقين هو والمدام ان هم هيقضوا ليله زي الفل. فهو هنا مخطط يبقى هاخد جوينج تو وفعل في المصدر. هتقول لي ما انا في الامتحان ما هو مش هيجيب لي صور. اتقل هيجيب لك حاجه تعرفك ان في تخطيط. زي ايه مثلا؟ هيقول لك look at those clouds بص للسحب ديت it's going to rain soon. هنا واقفين اهوت هنا جايب لنا الصوره طبعا والحياه حلوه والسحب هيت وهم واقفين هنا متوقعين بدليل يعني متوقع بدليل انا شايف السحب فممكن تمطر. طبعا اي شيء هيحصل في المستقبل هو بيد ربنا يعني ممكن تكون السحب فيك وتحس انه خلاص هتغرقك يجي شويه هواء ياخدوا السحب ويمشي ما تمطرش ده علم غيب. لكن الفكره انا بهبد ولا بتوقع بدليل؟ يعني ان شاء الله مثلا لو انت ذاكرت تابعت القناة حفظت الكلمات فهمت القواعد ذاكرت كويس قريت هتوقع ان شاء الله ان انت هتنجح وتجيب مجموع كبير. ليه؟ انت عملت اللي عليك الباع على ربنا. طيب ما انت ممكن تعمل الكلام ده كله لقدر الله تيجي الامتحان وتعي فما تقدرش تجيب مجموع ده بس انت كده عملت عليك. انا كده بتوقع بدليل مش مثلا اللي هو ايه ما تذاكرش وانت هتجيب 99% ده طبعا ده واحد بيهبط. ممكن يحصل ممكن بس احتماليتها كام ديت الفكرة. فهو في الامتحان لو جاب لنا جمله زي ديت هيجيب لك حاجه في الجمله تقول لك ان ده دليل يعني بيقول لك بص للسحب. فطبعا لما يجي يقول لي اتوقع هنا اتوقع بدليل it's going to rain is و going to الفعل في المصدر كده كده.
كمان جمله بيقول لك او نو وعلامه تعجب. She is going to sleep and fall over. طبعا احنا في الامتحان او في الانجليش عامه بقى لازم نبقى واخدين بالنا من موضوع البانكتويشن، علامات الترقيم، والكلام ده بقى في غايه الاهميه، بيفرق كتير في المعنى. او نو يبقى انا كده شايف حاجه غلط، فانا بقى يعني يا ربي حاسبي. طبعا احنا شايفين هنا البنت ماشيه وفي قشره موز، فاحنا متوقعين انها تقع لو داست عليه. لكن في الامتحان مفيش صور، هيقول لك مثلا او نو ده تعبير اعتراضي زي كده، يبقى هي كده هتقع، انا متوقع بدليل. فين الدليل بقى؟ ان اللي بيتكلم بيقول لك او نو، عامل لك علامه تعجب فهو مندهش او نو. فالكلام هنا يا بان ايه اللي عرفني بقى ان هو عمل كده؟ علامه التعجب بس. طيب الجمله الثانيه بيقول لك ذات هيل از تو ستيب، ده الدليل اهو. الهيل ده المنحدر ده ستيب منحدر جدا. جون از جونج تو كراش، هيقع هيتخبط. ليه؟ لان بيقول لك تو ستيب منحدر جدا، فمش عارف ازاي بالعجله. احنا شايفين طبعا الصوره هنا في الامتحان مفيش صور، بس في كلمه تو ستيب منحدر جدا، فانا كده متوقع بدليل، مش هقول ويل كراش، هقول جوينج تو. مفهوم طبعا الكلام، الكلام سهل اكيد، الكلام سهل ان شاء الله. نفس الكلام هنا كلمه لوك وحاط علامه تعجب، فلوك بص، فكده اللي بيتكلم في حاجه شداه. عرفت منين؟ من علامه التعجب، والا ما كانش هيحط علامه التعجب. The waiter is going to drop those plates. طبعا احنا هنا شايفين الصوره وشايفين الراجل خلاص هيقع، فمتوقعين هيقع في الامتحان برضو، علامه التعجب اللي هتحل الموضوع. فانا مش هختار ويل، هختار جوينج تو. ليه؟ علشان علامه التعجب دي. He is wearing a raincoat. هو لابس المعطف بتاع البلطو بتاع المطر. في اوروبا لو حد فيكم بيشوف الماتشات بيبقوا لابسين كده بتاع، تحس ان هو كيس. هو مش كيس، هو اسمه raincoat. ده لو انا لابس بدله بقى، لابس قميص، لابس اي حاجه، مش بيخلي الميه تنزل على القميص، فانا كده كده مش هتبل عادي، الميه بتنزل وتروح واقعه وخلاص على كده. فبيقول لك so he is not going to get wet، هو كده مش هيتبل. انا كده متوقع بدليل، فين الدليل؟ ان هو لابس الرين كود. فانا لو هتوقع بدليل هاخد going to الفعل في المصدر، او انا مخطط هاخد going to الفعل في المصدر. طيب ده الكلام اهوت. بي اللي هو ام او از او ار، جوينج تو الفعل في المصدر، بستخدمها مع الخطط، النوايا والقرارات المسبقه، انا مرتب القرارات يعني. بلانز يعني خطط، انتشنز يعني نوايا، ديسيشنز يعني قرارات. او بستخدم بي جوينج تو مع وجود دليل واضح على حدوث الحدث، معايا دليل زي شوف السحب هتمطر. وجود تحذير من شيء على وشك الحدوث زي كلمه لوك او او نو اللي احنا لسه قايلينها، برضو باخد بي جوينج تو، وبعد كده بي طبعا اللي هو ام او از او ار. في تعبيرات شائعة الاستخدام بنستخدمها مع كلمة going to، زي مثلا كلمة a plan خطة، فهو بيقول لك في خطة، فانت مش هتاخد will، هتاخد going to. decision قرار. an intention في نية، فطبيعي ان في نية يبقى انت اكيد ناوي على الموضوع، من الموضوع ما جاش تسرع. I have planned انا خططت. I have decided نفس الكلام، decided يعني قررت. I have intended انا نويت. as planned كما تم التخطيط. I have made up my mind. Made up my mind يعني قررت، يعني خلاص حسبتها والدنيا بالنسبة لي استقرت على الرأي ده. الحاجات ديت يبقى أنا كده معايا دليل، فأنا هاخد هنا going to، مش هختار will طبعا. طيب بيقول لك he has made up his mind. He not a new flat. يبقى he is going to buy. في معلومة مهمة جدا، إن ما ينفعش أختار going to buy ديت من غير ما يكون قبلها am أو is أو are. he يبقى is. طب لو خلي he ديت وجايب لي are going to، الإجابة كده كده غلط. تاني going to عشان اختارها لازم يكون قبلها am او is او are على حسب الفاعل. هي يبقى كده كده هختار is. هلا is pregnant. هلا is pregnant يعني هلا حامل. هلا حامل بصوت القرموطي. she not a baby. هي كده ان شاء الله is going to have a baby. ليه؟ هي حامل، فان شاء الله ربنا يفكها بالسلامة وتقوم. يفكها يعني تقوم بالسلامة يعني. is و going to الفعل في المصدر. بي كيرفول وعلامه التعجب اللذيذه بتاعتنا اهي، خلي بالك، يبقى كده في حاجه تثير الدهشه. ذا ريكلس كار درايفر نوت يو، الراجل المتهور السواق ده بقى هيعمل ايه؟ از هيتنج ولا از جوينج تو هيت ولا ويل هيت؟ طبعا هيبقى هيخبطك، انا كده متوقع بدليل. بي كيرفول ادي حذر، وبيقول لك كمان الراجل متهور. عارف منين؟ ان هو ماشي بسرعه. ستوب يور دوتر فروم دروبينج يور موبايل، خلي بنتك تبطل ترمي الموبايل. طبعا مش هتسمع الكلام، هي كده كده هتفضل تخبط فيه لحد لما تكسره. شي نوت ات، طبعا من كتر الخبط هو انا متوقع ان هو هيحصل له ايه؟ انها تكسره. يقول لك از جوينج تو بريك، از اباوت تو بريك، ولا ويل بريك، ولا اي ان بي. الاثنين بقى هنا ينفعوا. از اباوت تو بريك يعني هي على وشك ان تكسر، از جوينج تو بريك سوف تكسره. اي ان بي صح هنا، الاثنين نفس المعنى، معنى صح.
I have an intention. أنا عندي نية to improve my English علشان أضبط الإنجليش بتاعي. I نقط on a course with Mr. حمدي. أنا هاخد بقى كورس مع مستر حمدي. تعال أخد كورس مش هتفهم حاجة مع مستر حمدي. يبقى أنا كده أدام أنا عندي I have an intention يبقى أنا هنا هختار I'm going to الفعل في المصدر. يبقى أنا هنا هختار I'm going to enroll. Enroll يعني كده أسجل أو أخد كورس بقى أو أخد درس مع مستر حمدي علشان ربنا يوفقنا إن شاء الله أو معايا حد تاني. المهم إنك تذاكر. طيب في شوية بقى نوتس شوية ملاحظات. أول واحدة بيقول لك الفاعل have أو has decided planned intended نفس الكلام اللي كنا بنقوله. ممكن نحط to المصدر أو that والفاعل وبعد كده نكمل بقى أما وإذا أر وجون to الفعل في المصدر. مثال he has decided نقط he is going to travel tomorrow هو هيسافر بكرة. he has decided إيه بقى؟ immigrates يعني يهاجر ولا to immigrate ولا immigrating ولا will immigrate. طبعا is going to immigrate يعني سوف is going to travel يعني سوف يسافر. فهو كده قرر ان يسافر ان والان ديت اللي هي to immigrate. اصلا decided ديت من الافعال اللي بيجي وراها to المصدر وكده كده هندرسها يعني ان شاء الله. I have decided that I هشوف بقى I'm going to buy. I'm going to buy يبقى انا كده decided يعني انا قررت فانا هختار going to الفعل في المصدر. نوت نمبر 2 الملحوظه الثانيه والمصدر ديت لو القرار سريع ومفاجئ. طيب لو القرار اصلا متخذ مسبقا بتاني وتفكير يبقى زي ما قلنا هناخد going to الفعل في المصدر. ملك نقط تو الكساندريا she has already planned everything. has already planned يبقى خططت يبقى هختار مين is going to وطبعا الفعل في المصدر. مستر حمدي نقط the meeting he took a quick decision خد قرار مفاجئ يبقى هيعمل ايه اكيد مش هياخد اما واذا وار وجوينج تو مفيش الكلام ده يبقى هاخد ويل اتند هيحضر اجتماع حد اتصل فجاه فانا هروح رايح على الاجتماع على طول. نوت نمبر 3 الصفات الشخصيه الدائمه نستخدم ويل. الصفات المؤقته بناخد بي جوينج تو. يعني ايه المعلومه ديت مهمه؟ يقول لك ان الصفه الشخصيه مش دليل. يعني ايه؟ يعني مثلا والله مثلا محمد ده ذكي ده معناه انه هيدخل طب في سنه ثالثه ثانوي؟ ليه؟ ما ممكن يكون ذكي بس مش بيذاكر. فهو ذكي لكن مش بيذاكر. ما انا هعرف منين؟ فهنا بيقول لك ان الصفات الشخصيه مش دليل. الكلام ده انا لا اظن انه هيجي في الامتحان بس احنا لازم نبقى عارفينه عشان هو قبل كده من 4 سنين جه وعمل مشكله كبيره يعني. الصفات الشخصيه مش دليل، ممكن يكون ذكي بس مش بيذاكر. هنا مثلا بيقول لك he is brave by nature، هو شجاع بالفطره. he not the problem. هي فيس ولا از جوينج تو فيس ولا ويل فيس ولا از فيسنج. اولا فيس ديت بره ما تنفعش خالص واز فيسنج بره. انا بفكر في ويل فيس ولا از جوينج تو فيس. هو ممكن هو شجاع بالفطره بس ده معناه ان هو هيواجه وهو مخطط مش شرط. ده مش دليل. الصفات الشخصيه مش دليل. فطبعا احنا هنا هنختار ويل فيس. ممكن يكون شجاع بس المشكله اكبر منه بس حد عايز يلم فمش هيواجهه يعني. فالصفات الشخصيه او السمات الشخصيه مش دليل، هاخد معاها ويل. He is stubborn. It's not easy to make her agree to this plan. It will be easy to make her agree. دي بقى it will be easy. الموضوع هيكون سهل انك تقنعها بالخط. Note number 4. الكلمات الاتية اذا جاء معها دليل نستخدم going to المصدر. وفي حالة عدم وجود دليل معها نستخدم will والمصدر. شكرا على المعلومة. كلمة think, believe, be ensure او be afraid. be ديت اللي هي am او is or يعني. طيب لو في دليل كده كده هختار going to. مفيش دليل كده كده هختار will. ايا كان بقى هي اسمها think قبلها ولا ايا كان الاسم يعني. قال لك the sun is very strong this morning. الشمس النهارده طالعه قويه جدا. فده دليل. I think it not another hot day. ده دليل ان الشمس طالعه اصلا الساعه 6 الصبح والشمس طالعه مولعه نار فاكيد الجو هيبقى حر. ده توقع بدليل ولا من غير دليل؟ يا متعلمين بدليل يبقى is going to be hot. حتى لو قال لي ثينك حتى لو قال لي ثينك مفيش حاجه اسمها ثينك. في دليل على الكلام هتوقع بدليل. بدليل يبقى هاخد جونج تو. مفيش دليل ويل والمصدر. The beach looks amazing. I think we know this place. البتاع ده شكله البيتش ده الشط ده شكله جميل جدا وحاطط له علامه تعجب ففي دهشه فاكيد انا دماغي طايره من نفسي اروح شرم الشيخ. هقول بقى we will be loving ولا are going to love ولا I'm loving ولا will love. we يبقى يا اما are يا اما will love. طبعا will love يعني هو انا مديني علامه تعجب ففي دليل على الكلام ان انا عقلي هيطير من الدهشه من الحب من الفرحه يعني.
يبقى ار جوينج تو لاف. ليه معايا دليل بقول لك البتاع شكله فظيع. I'm afraid he not his exams. طبعا هنا مفيش بقى دليل. I'm afraid انا خايف ان هو مش عارف ايه في الامتحانات بتاعته. Will pass, won't pass, isn't passing ولا is passing. طبعا انا خايف يبقى ان هو خايف ان هو مش هيعدي ان هو يسقط يعني. فدايما انا خايف يبقى هختار will not. مش هختار طبعا going to ولا is ولا الكلام ده. ليه؟ لان مفيش دليل على الكلام. اللي بعده. اللي بعده. نشوف اللي بعده. اللي بعده استخدامنا للمضارع المستمر للتعبير عن المستقبل البسيط. يعني المضارع المستمر اللي هو am, is, are, verb ing. اقول لك مثلا 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 I am drinking water. الكلام ده امتى يا باشا؟ now at the moment. دلوقتي في اللحظة اللي احنا بنتكلم فيها. I'm speaking English. اللي بيسمعني هيفهم ان انا بتكلم انجليزي دلوقتي. عرف منين انها دلوقتي او في اللحظه ديت؟ من استخدام المضارع المستمر. طب عرفوا منين ان هو مضارع مستمر؟ ام از ار فيرب اي ان جي. وخلي بالكم ان الشكل ده شبه جوينج تو اللي احنا كنا لسه بنهري فيها دلوقتي. طيب احنا الفرق بينهم بقى ايه؟ بتاع المضارع المستمر ده اللي هو ام واز وار فيرب اي ان جي انا بستخدمه لحدث مرتب له مسبقا وتم اتخاذ خطوات للتنفيذ. يعني ايه؟ هتلاقي كلمه زي كلمه arrangements ترتيبات، preparations اعدادات. هتلاقي الكلمه دي في الجمله. اختار ام او از او ار وفيرب او ان جي. حتى لو في از جوينج تو. حتى لو في بتاعت جوينج تو ديت هي شبهها بس هو مش بيجيب الاثنين مع بعض. ده لو جت في الامتحان. كمان بنستخدم الشكل ده بتاع المضارع المستمر ده للمناسبات الاجتماعيه وما نقوم به من مؤسسات زي الزيارات زي الحفلات زي الرحلات زي ارسال الوفود. تعالوا كده نحسبها بالعقل. في حد بيروح مثلا مناسبه اجتماعيه فرح مثلا من غير ما يكون مرتب له؟ ده الفرح الناس بتقعد ترتب فيه شهور في حاجه هو اصلا تم الترتيب ليها. فبناخد معاها ام از ار فيرب ان جي اللي هو مضارع مستمر. حدث سوف يمنع حدث اخر في المستقبل منع دائم مستمر. تعالوا كده نشوف امثله توضح لنا الكلام ده. بيقول لك وي هاف بوكد 3 ترينز تيكتس. احنا حجزنا 3 تذاكر في القطر تو لوكسور. وي نقط سوهاج ات 9 ام. طبعا انا حجزت يبقى في ترتيبات. اقول بقى ار جوينج تو ليف ولا ويل ليف ولا ار ليفنج ولا وود ليف. طبعا فكك من وود ديت وفكك من ويل. ويل ديت اصلا متهوره ما لهاش علاقه بالموضوع. انت هنا هتشك يا اما ار جوينج تو ليف يا اما ار ليفنج. في اعدادات يبقى انا هختار هنا ار ليفنج. ليه؟ انا بقول لك حجزت التذاكر فهنا في ترتيبات. ترتيبات يبقى هختار اما واذا ار وفيرب اي ان جي. دي جن وات هير بيرث داي اون 19th ابريل. is giving ولا will give ولا is going to give ولا shall give. طبعا هي اكيد بترتب لحفل عيد ميلادها ففي ترتيبات يبقى هنقول is giving. طب الشكل ده ممكن يجي في الامتحان؟ صعب جدا لان هو لما جه عمل مشكله فوضع الامتحان بيريح دماغه. هم اصلا كل الجرامر في الامتحان بيبقى بالكتير 6-7 جمل. فمش هيجي بقى يقرفنا ويجيب لنا حاجتين يبقى فيها اجابتين. احتمال ان هو يجيب الكلام ده يعني لا يتعدى 1%. بس انت طبعا احنا لازم نبقى مركزين في الكلام. طيب بره بقى الامتحان لو انا هنا قلت مثلا ديجا ار از جوينج تو جيف عادي. طب لو انا قلت ديجا ويل جيف برده عادي. ده في الحياه بتاعت الناس الطبيعيه. لكن في الامتحان لو جت هتختار از جيفنج. ليه؟ عشان في ترتيبات. ترتيبات او اعدادات اما واذا وار وفيرب واي ان جي. طيب اي كانت ميت يو تومورو. انا مش هقدر اقابلك بكره. ليه يا عم؟ قال لك سينس اي نوت فور ماي فاينل اكزام. عندي امتحان فانا اكيد بعمل ايه؟ برتب للامتحان وقاعد اذاكر. يبقى هقول ايه؟ ام جوينج تو ريفايز ولا ويل ريفايز ولا ام ريفايزنج. اكيد ام ريفايزنج. ادام في ترتيبات او اعدادات يبقى هختار ام او از او ار وفيرب ان جي. اي هاف ميد ذا فاينل ارينجمنتس. ادي جه قابلك اصلا كلمه ارينجمنتس واضحه. يبقى على طول من غير ما نفكر ار ميكنج على طول. اللي بعده اخر شكل من اشكال المستقبل البسيط المضارع البسيط. المضارع البسيط بنقدر نستخدمه للتعبير عن المستقبل البسيط في حاجات معينه. زي ايه؟ زي الحاجات وفقا لجدول المواعيد اللي مواعيدها ثابته زي القطارات زي الطيارات زي دور السينما. اي ميعاد ثابت مش بيتغير احنا بنستخدم المضارع البسيط عشان خاطر نقول ان ده هيحصل. لان احنا لما جينا نشرح المضارع البسيط يا شباب لو حد متابع يعني ده لو حد متابع قلنا ان المضارع البسيط بيعبر عن حقيقة او عادة بتحصل بشكل متكرر. مواعيد السينمات مثلا في مصر في الغالب مش بتتغير 3-6-9-12 بالليل. طبعا في بعد كده القطارات ميعادها ما بيتغيرش 6-10 الصبح بيروح مش عارفة فين. مواعيده ثابتة.
هتقول لي ده ممكن يتغير، ممكن يتغير بس على الاقل بيقعد فترات كبيره بنفس الميعاد بالظبط، ده لو اتغير اصلا يعني. فاي ميعاد ثابت هتختار معاه المضارع البسيط. طب ايه شكل المضارع البسيط؟ الفعل بيكون في المصدر مع الاي واليو والوي والذي، وبحط له اس او اي اس مع الشي والهي والات. هو بقى هنا كده كده هيكون في شي او هي او ات، اللي هو ات اللي هو القطر الطياره مش عارف ايه، فهتحط الفعل اس او اي اس. هتسال بدو او داز، والفعل في المصدر النفي دونت ودازنت والفعل في المصدر. تعالوا نشوف كده مثال. شي از فلاينج تو لندن نيكست ويك، هي هتروح لندن الاسبوع اللي جاي. فلاي يعني هتطير بالطياره يعني، مش هي اللي هتطير، هتركب طياره. هير فلايت اوف ات 7 اي ام، فلايت الرحله بتاعه الرحلات الطيران بتبقى موعدها سبت. بيقول لك ويل بي تيكن ولا تيكينج ولا تيكس ولا از تيكينج، طبعا اختار المضارع البسيط اللي هي تيكس لان فلايت هنا مفرد. اللي بعده وي هاف باكت ذا لاجج، احنا رتبنا الامتعه، الامتعه اللي هي الشنط يعني كلمه لاجج دي. اور بلين ات 8 بي ام، نفس الكلام بالظبط. اور بلين ليفز، مش هنقول طبعا ويل ليف ولا الكلام ده، ليه؟ الميعاد ثابت، اختار معاه مضارع بسيط عشان نقول ان ده هيحصل في المستقبل، لان ميعاد الطياره النهارده وبكره وبعده نفس الميعاد. وات تايم ذا نيكست باص ارايف، حاطط لك ارايف في المصدر، قال له 13 مينتس ليتر، بعد 13 دقيقه. فهيقول لك هنا داز ولا شال ولا دو ولا ويل. طبعا دول كلهم بيحطوا الفعل في المصدر، بس طبعا كلمه باص مش هينفع اسال عنها بدو بره. ويل هتنفع، بس طبعا هو هنا ميعاد الباص هنا اكيد ثابت، فلو ثابت يبقى ده مضارع بسيط، مضارع بسيط يبقى هسال هنا بداز. ذا سكول يير نقط نيكست جون، ميعاد المدارس البدايه والنهايه تقريبا بيبقى ثابت، اعتبروه ثابت، يبقى برضه هنقول اندس ان جون، بينتهي كده كده في شهر 6 بالكتير، بس طبعا بتوع ثالثه ثانوي الطيبين الكحيانين بيقعدوا لحد شهر 7 عادي. ده كده المستقبل البسيط او اشكال المستقبل البسيط. ويل والمصدر جوينج تو، المضارع المستمر ام واز وار وفيرب او ان جي، والبريزنت سامبل. هندخل دلوقتي على المستقبل المستمر. يعني ايه مستقبل مستمر؟ هقول لك مثلا النهارده بالليل الساعه 10 هكون بتمرن في الجيم، هكون بتمرن في الجيم، حاجه لسه هتحصل في المستقبل وهتستمر فتره، لان انا لما اروح اتمرن في الجيم مش هقعد 10 دقايق وامشي، لان هقعد شويه حلوين يعني نص ساعة مثلا وهجري. طيب نشوف مثال كده، بيقول لك this time next week، الوقت ده الأسبوع الجاي، زي النهارده زي دلوقتي يعني. we will be walking in ذهب. شوف كده مستقبل يبقى will. will هتحط الفعل في المصدر be. وأنا قلت لك مفيش حاجة اسمها زمن مستمر لو أنت متابعني من غير ثلاث حاجات. verb to be، أي حاجة من ريحته. verb ing. مستقبل will، حط be في المصدر. وده الفيرب والاي ان جي. احنا هنكون بنتمشى في دهب. دهب ده اسم مكان للناس اللي مش عارفاه يعني، كده انتوا عارفين اكتر مني. التكوين بتاعه ثابت، ويل بي زائد الفيرب زائد الاي ان جي، كل الناس هتاخد ويل بي، وكده كده الفيرب كده كده هيكون في اي ان جي. ده ملوش صيغه في المبني للمجهول الحمد لله. طيب ممكن اقول ويل بي وفيرب اي ان جي، وممكن اقول مي بي وفيرب اي ان جي، الاثنين زي بعض بالظبط. هستخدمه امتى؟ حدث هيكون مستمر في وقت معين في المستقبل. اقول لك الاسبوع الجاي زي النهارده هكون بتغدى في شرم الشيخ ان شاء الله. يبقى حاجه هتحصل وهتستمر فتره. اقول لك مثلا كاس الدوري الانجليزي هيبدا، هيكون مستمر في الفتره من شهر 8 لشهر 5 اللي بعديه، هيكون مستمر يعني هيبدا ويستمر فتره. بنستخدمه كمان حدث سيكون قيد الحدوث عندما يقع حدث اخر في المستقبل، يعني حدثين هيحصلوا في المستقبل واحد فيهم هيكون مستمر، هيبقى ويل بي وفيرب اي ان جي. كمان بنستخدمه عندما نبرر عدم القدره للقيام بشيء ما في المستقبل لان حدث سوف يمنعه. امثله توضح لنا الليله يا باشا، احنا الاثنين. From 6 to 8 tomorrow، بكره من الساعه 6 للساعه 8 هكون مسافر للاقصر، حاجه هتحصل في المستقبل وهتستمر فتره، هتقعد في القطر، انت اصلا لو سافرت من القرى للاقصر هتتبسط، هتاخد لك بتاع 10 ساعات. هقول بقى I will be traveling to Luxor، انا هكون مسافر للاقصر، حاجه هتحصل في المستقبل وهتستمر فتره، ساعتين ثلاثه اكتر او اقل على حسب، بس هتستمر فتره. Tomorrow at this time، بكره في الوقت ده، كلمه this time علم. نقط I for my final exams، اكيد بقى انا هكون قاعد اذاكر للامتحان بتاعي. ام studying ما تنفعش، will be studied مش هتنفع، يبقى will be studying، هكون بذاكر وهستمر في المذاكره اكيد.
when she when the gang leave the bank. لما الجانج ديت اللي هي العصابه الناس اللي هم the police knocked for the them outside. البوليس كان مستنيهم, ده زي الافلام طبعا, will be waiting. طيب ناخد شويه ملاحظات. نوت 1, اول ملحوظه, لا يستخدم مع الافعال التقريريه كافعال الحواس الامتلاك والادراك. الحاجات ديت اصلا مش بيجي معاها او بيبقى نادر جدا استخدام الازمنه المستمره معاها. At this time tomorrow, في الوقت ده بكرة. I know at my exam result. I will be knowing, هكون قاعد بعرف امتحان نتيجة امتحاني. لا, لأن النتيجة انت بتعرفها بتبص على الموبايل او البورد او اي حاجة بتعرف النتيجة على طول. فعلى طول هنا في الحالة هتقول I will know. ديت حاجة انت بتعرفها على طول, مش بتاخد وقت عشان تعرفها. At 7 o'clock tomorrow, this flat not to us. will belong ولا will be belong, احنا كده هنشتري شقه وهنمضي العقد يعني, فبكره الشقه هتكون يعني هتكون ملكنا, هتكون ملكنا للابد يعني, فهتبقى will belong. تعالوا كده بقى الخص لكم اشكال المستقبل كلها في السلايد الجميل ده. نركز بقى, هات لك حاجه تشربها, ركز خمس دقايق بالظبط تلم الليله كلها. الفيوتشر تنسز ديت ازمنه المستقبل, اول واحد فيهم هو الاطول اللي هو الفيوتشر سيمبل. نجيب بقى حاجه كده تكون يعني واضحه, ليزر مثلا. اول حاجه, اول شكل منه ويل والمصدر. واحنا قلنا المستقبل بسيط لاربع اشكال, ويل والمصدر, جوينج تو, البريزنت سيمبل, بريزنت كونتينوس. كل واحد انت محتاج تعرف شكله, سؤاله, نفي واستخدامه. عرفتهم الدنيا بالنسبه لنا تمام. اول واحد ويل والمصدر, شكله ويل والمصدر, وكل الضمائر بتاخد ويل والمصدر. حلو. نفيه اسهل منه, وونت اللي هو ويل نوت والفعل في المصدر. سؤال بنعمل سواب, ويل في الاول وبعد كده الفاعل وبعد كده الفعل في المصدر. استخدام ويل يا عم الحاج في كلمتين, ده متهور بتاع وعود وعروض ووعيد وتهديد. متهور ما بيفكرش, بياخد قرارات متسرعه, يوعد ويهدد وبيعرض خدماته على الناس. طب جوينج تو, جوينج تو عشان تبقى جوينج تو لازم يكون قبلها فيرب تو بي, ام از اور على حسب الفاعل. وجونج تو حته واحده مع بعض وبتحط الفعل في المصدر. طب النفي هتنفي فيرب تو بي, ام نوت از نوت ار نوت, جونج تو الفعل في المصدر. السؤال هتخلي ام او از ار في الاول الفاعل وبعد كده جونج تو الفعل في المصدر. بستخدمها امتى؟ توقع بدليل ومع الخطط. نقطه. بريزنت سامبل ده مختلف فعلا عنهم, ده بحط للفعل اس او اي اس او اي اس مع الشي والهي والات. طب باقي الضمائر اي يو ودي, الفعل كده كده بيكون في المصدر. نفي ودونت ودازنت والفعل في المصدر. السؤال دو او داز والفعل في المصدر. بستخدم البريزنت سيمبل امتى عشان اجي اتكلم عن المستقبل يا شباب؟ المواعيد الثابته, سواء قطارات, طيارات, سينمات, دروس, اي ميعاد ثابت. البريزنت كونتينيوس المضارع المستمر, شكله ام از ار فيرب اي ان جي. نفيه ام نوت از نوت ار نوت وفيرب اي ان جي. وقت السؤال بنعمل سواب, ام او از ار فاعل وبعد كده فيرب في اي ان جي. بستخدمه امتى؟ ترتيبات حجوزات مسبقه, في ترتيبات arrangements او حجوزات مسبقه. ده كده بالنسبه للمستقبل البسيط. طيب بالنسبه للمستقبل المستمر, شكله سهل جدا, will be verb ing, نفيه will not be verb ing. سؤال هتعمل swap, هتستخدمه امتى؟ احداث هتكون مستمره في فتره معينه في المستقبل. بكره بالليل هكون قاعد اتفرج على الماتش, هكون will be verb ing, او طبعا will not be verb ing. طب الفيوتشر بيرفكت, مستقبل تام, ده انت هتستخدمه امتى او شكله عامل ازاي؟ ويل هاف والتصريف الثالث, نفيه ويل نوت هاف والتصريف الثالث. لو هنعمل سؤال هنعمل سواب. طيب سواب يعني هنعمل مقص. هستخدمه امتى؟ حدث هيكون اكتمل اولا في المستقبل بحلول وقت معين. بحلول ديت هو في الجمله هيقول لك باي ويقول لك وقت لسه هيحصل. كده احنا لخصنا اشكال المستقبل كلهم. اتمنى من ربنا يكون وفقني وقدرت اوصل لكم المعلومه بشكل سهل وبسيط وتكونوا استفدتوا. ما تنسوش تستنوني في الحلقات اللي جايه, تشوفوا الحلقات اللي فاتت. اتمنى لكم التوفيق واشوفكم على خير. مع السلامه.